على نبي الكريم. أما بعد، مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 22 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا وأجرنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قاربوا تقاربوا لأن الناس ناثر عليها البرد قدام يدخلوا قاربوا يقولكم قدامه فصحى يقول منها بدون كلام يسلم. بسم الله. الليلة رقم الدرس 22 من سلسلة التعليق على أحاديث 40 النووية، والحديث ما زلنا في الحديث السادس، حديث الحلال بين والحرام بين الذي رواه أبي عبد الله أو أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. وهذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أن الكلام عليه هو عبارة عن مؤلف كتاب، لأنه ما دام يتكلم على الحلال والحرام، الحلال الما هو واضح والحرام الما هو واضح، هل أهل ما هم لا يمرقوا منه يا العام؟ يقال لا قطرة من بحر خير من العدم، خير شقمة من العطش. الحديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، حديث بدرجة عالية من الصحة.
تلقات الأمة بالقبول رزقنا الله القبول في الدنيا والآخرة. ما نشكك في حد تقريبا. الحلال بين والحرام بين. هذا الإنسان ما حد عليه شيء الأرض دائما في بحر من المشاكل. خلاقته من عند الرأس بلاء، وموته بلاء، وما بعد الموت أشق وأكبر. قالوا الآخرة فيها أسبع حكمات ما فيهم محدة ما تنسي تلساويها، أخفها الموت، وكل حكمة وراء الموت أشد من تلساويها. ولذلك حتى المقربون من عباد الله، مقربين يعني الله منهم، يدخلوا الجنة وعادوا كل عقيدتهم لا تخسر. واحد من شدة الإجبار من الكراكر يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. ايه وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كيف يقول صدقنا وعده؟ للي شافوا من التكاكير الواحد يريد تتلقى له بلية من حكمات الآخرة يتأكد على أنه هالك وهو من مقربي. وهذا تستنطر من الأنبياء. أنا والله المقربين باطل، الأنبياء ما نعرف. خالق مثل لا تغركم ولا تغرني أنا السبب. خالق رواية ما نعرف كانكم لا يتنزلوها، والله بعض منكم ربما ما ينزلها ما ندري. الله ينزل البركة ويفتح إن شاء الله، شرح صدورنا في الإسلام ويفقهنا في الدين ونور بصائرنا ووفقنا للعمل به والموت عليه والقبول عند لقائه والفوز برضوانه، إنه سميع مجيب. مرة يعود الإنسان تاكف قبره ويناعته انه يكي الجنة، يا غير قدره ردوها خاسر كام. مثالة هذا الشيء تقريبي كيف لقاه من هون ونعتت له بسكنه نهاية الحدود وهو لا يكرر طريق الامل. ينشوه بسكنه يعود يستروح وقيس بسكنه وهدو فم وقت راعي في البشرة يعود يمشوق لباس ويسعد عنه له يقطع لي من المسافة يمين كت كت. وهذا من الوتك ريفات، وهذا من العطش اللي يخرق له والميد اللي ربما يخرق له، وإذا كلا وإذا كلا لكان مخف عنه من ورائي بعد باسكنه. يا غير بينه مع باسكنه طريق الأمل ولنبرد عليه الأمل. أما طريق فيها من الحكمات والتفتيش والبيلاه وروق إله والمشاكل وانبات الرياح تبط والسحار تتلقى له الحماية ويرقد الدبش، شي لا يعلمه إلا الله. يعني ما وصل بس كله ترفيه الروح وهو منعته بس كله ما زال في وقته. هذا اللي بكم بدأ يفهمه. هذا مثال رواية اذكرها مولانا في القرآن ومن غرائب كتاب الله. خارج قصة ومين حكي مولانا ناين عقب نرجع لها ان شاء الله. قصة يوسف. قال مولانا ان احسن القصص، مع ان بعض العلماء قال ان قصوا عليك احسن القصص لانه ما عينه الى قصة يوسف فقط. ان قاع القصص دائما ان مولانا يقص اللي احسن القصص يجيب اللي انجيله من عباده، وانما هي خاصة بيوسف. يا هار ناين طالعكم على رواية غريبة في صنع الله وحكمه على عبده. إن عدى يخفف عن مخلوق يخفف عنه بطريقة غريبة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمنا. إذ قال يوسف لأبيه، أول كلمة قالها عن يوسف هي رؤيا سارة، وهو يشير مازال محظور ما يخلي العم على التركة. وبعد شاف رؤياه ملاها يرقص، ويلا ما يسكر مع الناس، ومعنى يرقص عندي معناها يفرح، ويلا يطلع له من النشوه ما تطرى لحد. ونحت له اعلن الشمس والقمر والنجوم ساجدين له. احد عشر كوكبا معناها نجمه،
14 نجمة والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. وهذا منتحر بالشارة والفرح. نحت رمولانا باسكو وطوى عنه غيب عنه إلقاؤه في غيابات الجب وشره بثمن بخس دراهم معدودة. وطوى عنه قضية المرأة اللي تهد وطوى عنه للإذلال اللي جبر وقاو جاءت سيارة فارسلوا ودخل معه السجن فتيان من دار مع المحابيس شرارة الخمر. ولم نتكركر كامل نطوى عنه حتى قاع مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ الملك ما ونعته يا غير عن دور البداية ونعته نهاية الطريق ليستبشر وطوي عنه البلاء والامتحان وهو اللي قدامه منه حي. هذا الكلام اللي نقول لكم لا تجدونه في مفسر، لا اعلم مفسرا ذكر، انما نبهت عليه من خلال بعض المطالعات. الغريب بدأت القصة بالفرج ولهذيك رأيت 11 هي العدية الثانية، هي اول القصة وهي اخر المآل والعقوبة. ولذلك رفع ابوه على العرش وخر له سجدا وقال وابت هاواتها رؤياي من قبل. هذه 11 كوكبا اللي نبدا بها الصبي هي عقوبة المردة يا غير اللي دونها من العدمات لا يعلمه الا رب السماوات. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما اعظم هذا الدين وما اعظم هذا الكتاب، كتاب لا تنقضي عجائبه مهما تناوله المفسرون والباحثون والمؤولون والمجتهدون، تبقى عجائبه فوق كل ذهن وعقل. والقصة بدأت بآخرها مقلبة، الأول منها هو الثاني. إياك المخلوق التم عنده بومبي كلما اشتدت عليه المحنة، كلما اشتد عليه البلاء يبرد بذيك. رأيت 11 كوكبا. لا تخلع إلى عاد كريفات الوتى، احنا بتلنا عاد ثالك بسكو. لا كامل إلا طريق اليمن التلاقى يسر خيام الخيام دور توصلهم وعدل علينا إنا كنا فاعلي. هل فهمتم هذا؟ معناه ان الواحد والتاك من القبر ورائي في الجنة يا غير دونها طريق اليمن. يخلى الوامر يبرد عنده الحكمات. مرة وهو يكتب ويلعتوب يقرأ كتاب. يا ابو انا مالك قلت لي اني من اهل الجنة؟ لا بد لك من حكمات فيك السكوسات اللي في الطريق. مرة وهو مفسخ لباسه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مخلوق له وبري الناس وبرزت كاملة وبرزوا لله الواحد القهر مولانا يشوف. مرة وهو عطشان يدوس يشرب رائحة الحوض. مرة وهو تبيض وجوه وتسود وجوه. مرة له على الصراط مرة على الكاروكيح. مرة 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 وين قارب له كامل. وقلت كل حكمة كريفة عنده يخلع. وهو ذا جاته مجال تاكي في قبره. عقوبتك الجنة. ولذلك ما يجي الجنة. ما هو عاد مخلع طيب. يقول الحمد لله الا يصرق انا وعد. ما بعد الخيام. بشروا بالجنة من يشوف ردولها يكاد الواحد قاع ما يصبر من اللي قالوا قال. ولذلك عندما يطرح كراه في جنة يقول الحمد لله الذي صدقنا وعد صدقنا وعد. انت تشك في وعد الملك تبارك الله، اتشك في وعد الله؟ انا والله ماني شاك. يا غير زلزلون زلزالا شديد. هل فهمتم هذا؟ يعود المخلوق حياته كاملة مشاكل مشاكل مشاكل. يعرف شي يبشر به ويبرر وهو من نفسه جاي اسم ردة ليشوه. ومن اغرب الغرائب من قال من قصة يوسف انها واقفة على دايتي انها هي كامل الكرم لان انها ذم الخير اللي يجبر يوسف سببه مسألته وكرتونته وحدة أرجوه مسألة واحدة وباترياتها ثنتين. كيفاش
لا داخل جار يوسف عليه السلام مضح له مولانا الدواء. عبد ابن قالوا له خوته وانت اللي اعطاك مولانا، قال له انه من يتقي ويصبر. من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. عبد ابن عدل لما يتقي ويصبر. اهدى على مولانا ما يخيم مولانا. الكرتون المديونة في القصة كان رفع أبيه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لك أمري شر وعلاج إن ربي لطيف لما يشاء إلا تم اللطف عند منين تخرف رجلي مرقني منه إذا وقفت عليك العي وبجاد في الدنيا كامل ومع عند منين تقاد تروح الدنيا عادي دوار لقاء الله. عادة الناس اللي تتقاد لها الاحوال تبقى الخلود. وهو عند منين تقاد تروح الاحوال احب لقاء الله. قالوا لماذا؟ قالوا لانه يعرف ان ما سميت السنة حولا الا لان كل سنة هي عبارة عن التحول. والوالدات يرضعن اولادهن ما قال مولانا سنتين قال حولين. قالوا لماذا يقول حولين ياك يقول علن كل سنة فيها تحول في الصحة وفي العافية وفي العقل وفي الإدراك وفي النبات وفي الذرق. إنما التحول ما عقبت ما هم رد إلينا برضو مولانا داروا على الموشتين الطويلة طويلة داروا على الموشة الطويلة في البلاء من هو الصبي هو يكاكا ينباع ويمنطر ويعد العبد هو ابو النبي وعبد الصالح وينزلق مع شرابة الخمر ويندارم على الحابيس كركارة من كركار يلين ويوق هو شدة البلاء. ما اللي قال له ايوه اراه ما تحنك الصيف وراك بسم الله على الخريف. مكنا ليوسف في الارض يتبوع وخوته اللي سرقوه في الحاسي يدخلوا من بين ايديه متواضعين يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. انا مالي هو اللي زرقتوني في الحاسي اتين قالي العزيز والله عبدك تم يصوغ له مولانا النعم ويداوي عنه جراح البلاء اني رفع ابي وخروا له سجدا وعدت الدنيا متواطعه وما عند ورده جاي ونصر يملكها. اه قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره الله توفني مسلما واحقني بالصالح. يبدو اني جاني الحول الاول فتحولت الى البلاء وذقت مرارات وحولتني من البلاء الى الرخاء ولم يبقى الا تحول اخر وانا خايف من التحول الجديد اريد لقاءك. يا عرفنا ما وراه ما هو تتكركر عرفنا ما يريدوا لا نعمه تدوق ولا بلاء يدوق. وما دامت الا حولين هي من التحول سنواتها تسمى حولا لانها لا بد ان يقع في كل سنة التحول في الكون في الاجسام وفي الهواء وفي الاجواء وفي المعاملات. وما دامت هي مبنية على التحول هذا لا فائدة فيه. هذا ملاح داخل في قدائم انا فهمت ان الحلال بين. ما الذي جراني لهذا؟ للشر بلاش هي ما هي في الموضوع. الحلال بين والحرام بين لما يتندار بيناتهم فم ابطان الراس لما هي بينهما امور مشتبهات ما يفصل يا كامل. هذا المخلوق من سائل يخلي تبارك اللي تقراها الناس تتفلها عليها. اول شي بعد تبارك الذي بيده الملك هذا كامل لك انت يا مولاه والله ما مشاركني احد ولا في احد يكذب يقول ما انا الله مع احد اخر. قال له ما هذا خلق الله فاروني ما خلق الذين من دون ما حكوا لي شو حد منازعني في الملك اروني ما خلق الذين من دون. انا قلت لكم ان هذا خلقي اي حد يقدر يدعى انا حتري مخلوقات هذه سمائي وهذه ارضي وهذا ملكي فمن ينازعني ميجد خلق الموت والحياة وتتلمها لي ابن وقف ما هو اياك انكم تتمنكو هو بلاء الموت والحياة ابتلاء ولا عاد حد يجد يجنب
خذ المقربين واحد منهم جاي وملك الموت داخل عليه انت شد ورا انه ينقبض روحك. لا يتغبوني عن احبابي. لا يتغبوني عن قرة عينية في الحياة. صحابة فارقين بالنبي صلى الله عليه وسلم. شو من جنرالات الدين. ماذا يقول رب العالمين المطلع على القلوب رجال صدقوا. ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه عليها مات في سبيل الله. ومنهم من يفترض الا يتحرر ترجع. ما به بعد منهم دائما سنة به اللي عارض. يوصفهم مولانا منهم من قضى نحبه معناها قتل شهيدا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا من الصادقين واحشرنا مع الصادقين. لا اله الا الله. حتى النبوة يسبق لها مولانا الصدق. اطلع بكتاب ابراهيم انه كان صديقا سابق الجنبي. من عدى مولانا رسول ما هو لين يفوت يتخرج من مدرسة الصديق. ماذا يشدر عليه في الصدق. كل اقواله حق وكل افعاله حق ونظراته حق ومجلسه حق واصحابه في الحق ومحاملاته في الحق وكله حق. حق مولانا يصطفيه. يقال فيما يحكى ان ملك الموت دخل على ابراهيم. ابراهيم خليل الرحمن. قال مولانا عنه وابراهيم الذي وفى ويتبرم عليه ومجموعته والناس اللي فارقه به. يقول ان مولانا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. يقال لقومهم انا براءه منكم ومما تعبدون من دونه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا اله الا الله. ما بيننا علاقه مع احد يقول من يسود للواحد الاحد هذا اخر من قبل. وهذا كان تحت التراء يدخل عليه ملك الموت يقول له يا جبريل جئت زائرا ام قابضا. معناها يا عزرائيل يا ملك الموت جئتني زائرا ام قابضا. يقول له شايف احنا هنا قبضك. قالوا تقبضني وانا خليل الرحمن. لا اله الا الله. تسقيني كأس الموت وانا خليل الرحمن. لا اله الا الله. هو ما كذا ايه وملك الموت داخل على مخلوق متقابلين وجهين ما فيهم حد يعصم ولا. الملك لابد من ينفذ الاوامر لانه جاي من فوق حق حق. حد قال لكم في الدية هذه اوامر جاية من فوق قول له ما يحق. حق فوق يقعد فوق هالسموه ما يفوق. وفوق فوق هالبراد ما يفوق. وفوق فوق هالهواء ما يفوق. يا غير الفوق اللي فوق كل شيء هي الاوامر جاية من فوق. تقبضوني قال وخلص تصور ملك الموت يتحرر يتكلم مع خليل الرحمن. اذا عدت انت ملك مقرب حتى على خليل الرحمن. الملك لابد من ينفذ الاوامر وخليل الرحمن لابد من يؤدى معاه به اللي كافيكم اللي قالوا انا منيت ليتوجه المولانا ذمه من الكفار وطاو فيه ملائكه قايسين امه روط لا يدموه. ان واضح انه مقامه ودرجته ما هي كيف تروح. النوح راضي عنه مولانا يا غير مقامه ما هو لاحق درجه ابراهيم. واذكرهم مولانا في سوره واحده وفي حزب واحد. نوح انت يتوجه كله الا بني من اهليه. قال واعظك ان تكون من لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا تتكلم لي في النوح. بينما ابراهيم يتوسط في امه كافره ويقول للملائكة تكيسوا مع ذي الأمة القايسين إن ترم مولانا كانوا الآخر عنهم الحياة.
قال مولانا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط حق الله يقول لهم الملائكة صبروا شوي لا تنفذوا بالحشر لن نطلب ربي يوخر الحياه عن هذه الأم كم يرفعون ويتو. يقول مولانا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم يستدري عنهم إن إبراهيم لحليم نواه منيب أنا ربنا أعلم أنه به إلا الحلم والرأس الدرت القوم لحليم نواه منيب ومع ذلك الخبر من مولانا يا إبراهيم وأعلم أنت وجهتك عندي كبيرة يا غالي لأنه ما نوجه في أحد رأس حد يوجه توجه أنت يا إبراهيم وأعلم عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه ما أتيهم عذاب غير مردود فعاد بعد كده ارتد ارتد من أخلاقك. لا إله إلا الله جئت زائرا مقابضا قال له جئت قابضا قال له تقبضني وأنا خليل الرحمن أرفع أرفع ملك الموت غاب عنه يتحرى الأمر من ملك لو انا من فوق قال يا ربنا انت تعلم ما قال خليلك جيت له نقبض روحه قال لي على ان هذا رايت خليلا يقبض خليلا انا شواس قال ارجع اليه وقل له اني قلت له وهل رايت خليلا يقرا لقاء خليلي هو ما حد ما هات مات ما ولا يشوفي لين تحيتوني الجان لماذا يحرم اللقاء؟ أرجع الملك لإبراهيم قال له قال لك وهل رأيت خليلا يقرأ لقاء خليله؟ قال له يا عزرائيل أقبضني الآن. ما قد رأيت خليل يقرأ لقاء خليل ما أنا؟ هذا خليل الرحمن. ومع يتاكي تحت طبقات الأرض. ولذلك قال بعض العارفين ان وسايا اخر الزمن اللي باش يتقاعس يعيش له السنوات حتى رمضان مارك مات فاصل اللي احدك به يمكن انه مشى له راجع لك ان يمس سرعه الزمن وقصره سببه يا المحبوس في طبقات الارض من المقربين لابد من توفى منتر الدنيا بالعجلة كان الخلق يقيس من ايدك مد طوش اعلى وشي الارض من العصاة والمقربين تحت الارض هذا ما هو برنامج قد يمشي تحرك حشلات الزمن يا اخي وفل ناس كانت تجلس ديارها هذا الشيء بالمكان الشيء وهذا السنه كيشها والشهر كي الاسبوع الاسبوع كي الساعه والدنيا لا تدفع ما احنا الناس من العشر الاف العشر به اللي لا يعرفش من اكرافيص ولا محبوس في الارض المقربي هذا ما هو برنامج قد يوانا إن الحلال بين اسمحوا لي أنا عندي شهادات إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات المتشابه ليش قالوا مشتبهات إياك تمتحن الناس تندار لها شركة ثم شفتوا أخ مدعنين فرض رمضان فرضوا في النهار لو شعر الصيام في الليل ما عايش بحد فاطر تمنى لكن هي صح يشقب عين يشربت هاي ويكزها ويتكي من صلاة المغرب والتمليك رقبتونا مع الصباح وتصبح الدنيا صايمة وفر وكلها تفتف ولا يا ابويا صايم يبقى وندار لها حق بفمان او هو في النهار اللي تنطرس فيه الشمس ويحمنها اياك ندار لها السكوس اياك الناس اللي برانجة تطيح ويبقى اللي من بساجة حاكم بل ويك بينهما امور مشتبهات يمشي الواحد ويقول انه متزوج ونعطاره الحلال البين يتم ليلة انه هام وجامع زوجته انه هي عليها الحي شهوته شديد وهي ترغب فيه وقد خليا فيما بينهما وبين ربهما ورب العالمين لا تخفى عليه خافي ينقال له والله اعطيناك الحلال البين يا اردلنا لك فم بينهما
اموره لا بد من يظهر كانك عبد المولانا تفريني عن اول النهاية. والله يا كانك عبد المولانا، كانك عبد المولانا عبد الشهوات. يتم له يقرب زوجته لين تقول له عليه عنها ما يطاهر له ويتقاس مرجع اشبيه. ما في مسألة العدل كنها حلال ما وشي فرت بكارة حرة نوع من تروح الشرك يا كروح عباد مولانا اللي واحد منهم عند من يلحق ودود مولانا يجي واقف يقول واه ما كان عندي لو لكن الكلمة هون يقولوها بعض التجار الواحد يتم تصومه يعني تمسلو شي تحت التسحير الشاري بيها يتمرن من عندك ما هو متمرك ويقول لك لا انا ما نقدر تقول له يا اخويا لا بيع لي مكان يقول لك انا ماني سالك فيه ولين تدور يناقش معاك ولا شنو يقول لك لا انا قلت لك اني ماني سالك فيه لا ما نقدر نعدل واسمعها ولا يفقع لي به اللي ما هو سالك فيه يا ابا المخلوق يتم دافع هام ويعمل في حياته يعني تترقى له حدود الله يجي واقف لما يسالك فيه يا اخي هذا اللي هامك ولا كان هامري ما قدر حضره بيا اللي مبرتي فيه ما كنت انا فعلي ولا لي نافع راس ولا ما فهمتو ان دارت بينهما امور مشتبهات كان المخلوق يظهر العباد المولان ولذلك قال جمرة تمام قيل انها قلية الام سليم رضي الله عنها جاء زوجها ابو طلحة رضي الله عنهما وقد حضر في السياسة ما يبدو عليها الرجال وحر العليات والله زاد العليات حر الرجال هي صحابية هو صحاب وقد توفى له طفله وما وفى شعنوا معهم صحاه وكذا وتوبوا وهو قضى عليها الله يجي امر من فوق ان المخلوق ينقبض كان ما وفى مخافت هي على زوجها لعله يتثقل تثقل يعود له يبطل شو قبط ودارت عليه ردوه ولفلفت وتلف لي بشي بحد بردان اللي هو يشيع وليس هو كان ما هو فم تعبان رقات رفع حتبيه ونعتت رياسه من التقدير والزينت وكيه نقول وزرقت وعدت وحاله ومجلسه احسن مجلس وتتمازع معاه وقزواج وحاله طرمه يعني ذات اخذ منها ما يأخذ الزوج من زوجتي وهو في غاية الطمأنينة وما بين مقاع عيشة فرحها هي وحالتها اطمأن على ان الولد انه بخير لا تتمون اذا كان قبل تطاحت لي سؤال قالت له من درا فلان اختار السولة من درا كان حد كان حاري المد الشي وحقب قبو من درا كان يا الله يقر فيها انه كان عاطيه لها ولا تنفقع من انه قبو والله الله تنفقع ويثقل عندها انه قبو قال لها ما انا الله حد احسن على مده واعطاها شي ولا انه حقب قبو هذا عادي الله يقر فيها ولا يثقل عليها انه قبر علي قالت له اصبر واحتسب فان ولدك قد توفي الهاد مع الصباح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم عليه ويقول له يا ابا طلح ان الله البارحة يباهي ببيتكم الملائكة مولانا البارح يقول للملائكة خرصوا هذه جماعة المجمعة سرحا لا مرضات مولانا البارح يباهي بكم الملائكة انا قال على وجه الارض ومولانا يذكر للملائكة شوفوا اللي حدر فلان وفلان هل هي النزاهة يا عباد الله احنا اللي عشنا فيه ما فيه النزاهة ولا فيه التقدم ولا فيه الازدهار اشكم ان نسلكوا فيه من النار هذه مبدا شيء الخبر من مولانا الصادق ان مولانا راضي الى درجة ان نقول للملائكة شوفوا اللي حدروا نوع من العباد لما ما هي قابل رضا الله يقدم عليه الشيء تبارك متلقي للراجل لعله يضعف عزيمته في الرضا بقضاء الله لا اله الا الله
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير. أولا انقطرتكم في اللغة العربية لا يعلمهن كثير من الناس. انه قال كثير والكثير هون بقد تعود يقابلها يعلمها كثير ايضا. ان يعرفوها كثير ويجهلها كثير. وان هناك فرق بين كثير واكثر. اكثر مقابلها الا قليل. وكثير مرة تعود كثير مقابل هم اللي كثير. هذا فهمتوه ككلام يا غير ما فات جو عليكم كما احنا. قال المولانا الكر في كلامه سبحانه قال لم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الحياة. معنى ان كثير مرة يعودوك ليعرفوه كثيرين ولكم ملي ليجهلوه كثيرين. هو اصلا معروف ان يعود الاكثرية لكثير يعرف يعود الاقلية هي الباقية. ولكن لا يبين كم كثير قد يقابله كثير. ولكن اكثر لا يقابلها الا قليل. ولذلك يقول مولانا انه اكثر الناس لا يشكرون وعقب وضح ان ايش باقي. قال وقليل من عبادي الشكر. فدل على ان اكثر يقابلها قليل وكثير قد لا يقابلها قليل بل يقابلها كثير ايضا. فهمتم من ناحية اللغة. وان قولت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير انه قد يكون هم اللي قاع من يجهلها لا يعلمهن كثير انه يعود يعلمها كثير ويجهلها كثير. ان متقاد اطراف الاطراف في ما قال اكثر. هل سمعتم بهذا؟ لا يعلمهن كثير من الناس. طيب وهذا يدل على روايه يدل على ان العلماء نوعين. خالقين علماء البين وذوك ياسري وخالق علماء البين على العلماء الشريعة الواضحة. يقول الزنا شما صحا البيع كذا كذا لكن اللي متفاصل وما متفاصلة يا غير خالق درجة أخرى فوق لك عادلات الصحاري يا خالق من وتات صاك طرف نديس وصاشي ثاني هل اللي امشي بيهم حق دروهني ترقب بيهم على قروت يا ولك ملاه موحد اله بوصوني لكم هم العلماء البينين معناها ان هذا المقدرا والله طريقهم اللي محاوم بدأ يمشي خارجين علماء الصحابيرات الصحاري باللي مرين عاد قاعمة ملامي خرصاتكم انه جدي وتخاو معاه والله ما يوتخاو ليك بعدين هما امور مشتبهة يدير هو درجة ويطلع لك على الحر العلب به اللي يقع وبلوه علماء عادلين للصحاري معناها بل منين وقفوا الناس العادية بل منين واحد منهم تخري يعرف لك النص منين صار هذا عادل للمعاني الغامضة وخارج اللي لا محد واضح يقوم دافع وعند منين يعود عاد في الرمال ويكم رجوابه. هل فهمتم هذا المعنى؟ حلال بين وحرام بين. لكن اللي منه بين حلال بين وحرام بين اهل قاع ما يوفر هم اكثر الامه المحمديه في علمائها. علمائها من النوع اللي بقى موصى بالعلم حتى قاع الشابيات المسلمين. يا غير عند منين يتحق بينهما يتوقفوا ذوك اللي ما عندهم شهاده للصحاري. ما عندهم ليه اعطاه لهم مولانا زيد. ولا عندهم بصيره في الدليل. ولا يميزوا الخيط الابيض من الخيط الاسود. لكم بل من يحركهم تجبره الأمة بل من يوحد السفينة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما. وسبحان الله ان مل الحرام هذا اللي ما هو واضح والحلال اللي ما هو واضح انه في النقر. ما قال ان الحلال بين وان الحرام بين وهناك ما تشابه يشعلوا في النقر. معناه هني يهمك انك يحزن لك انه قد تعيش ما شفته ما صح هو في النقر.
الا تسمع لك به لبين من اولك شقاع في النقر فما تعرف كانوا تابع لك ولا تابع للدار اللي بزرك. على سبيل المثال، على سبيل المثال، واحد اكتب الواحد يسال فيه شي من التراب يسكبه منخل تبغى تعوز له بالخل ولا سامعين به ولا قاعد ما منخل الا عندكم كارتين من الشيفرات. واكتب واحد الواحد على الكارع اكتب له على البايع والكارع الى بيكا والله بداية الفلانية داية دايرها بالحدود اذا ترى هي الزلمة الرواية اختلفوا جاوا الخلطة هنا كلهم لا يبني لا يحوز يغيروا الكارات المتراوات. قال واحد اللي في زرك مشيفة قال ان الداية تابعة له قال الاخر مارا الا الداية كاتب اليارة من ادم اللي بايع لمينه على ان الداية دايته هو معناها زاد بعبارة انه بايع لي الى الداية والداية تابعة لي بيالي نتص عليها في البيعة تعود الداية اللي بيك بيناتهم ايهم جايستو وبعبارة روعات نخلة نخلة هي اللي في الحدود وعاد زمن الشيطان جريت انت اللي مولا يزيب الله وقلت انك لقيت ماشي من بلاحة جريت اخر وقال ما ارلا لقبضانا منها وصوان النخلة في الحدود ايكم حلال هي في الحدود هذه بينهما ويربلح متشابهات وقضيت لا يعلمهن كثير من الناس الناس تعرف توكل البلح يا ها تعرف لي وليكم ها ها لا بد حد يتخطى الزريبة وانبكات ان يبحث اي هذا الناس اولى بالهشام جاب لنا من ادم تاقط مكتوب له فيها على انه مبيوع للزريبة من النخل الى النخل الفلاني وهي في الحدود انطبعت على بعض اهل العلم قالوا واحدين النخلة تابعة على من ادم البيع التراب وذكر انها في حدوده قالوا واحدين اخرين ما انا الله هي تنسم بيناتهم مرة تعود تابعة ليك المان بعد قالوا الدليل عليها شبه وقالوا لي انه قال الى كتبوا واحدين انها تابعة على البيع كتبوا واحدين على الهريوك الزريبة الاخرى ما بعد قالوا ليش؟ قالوا لا ينقصوا الدليل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا طيب لا تردوه إلى القرآن. قالوا القرآن فيه اغسلوا وجوهكم وأيديكم إليه. إيه المرفق داخل ولا ما هو داخل؟ هذا شافوه أهل الزريبة اللي انباعت. قالوا إذا الزريبة بعد قاع هذه النخلة تابعة يا نبي اللي مديونة بكاية. وداخلة تابعة. جاوا الخلطة الأخرين قالوا ما هذا ما هي داخلة. قالوا له شنو دليلكم؟ قالوا لهم لان مولانا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل والليل ما يصام الا بيك او تو ما هي يا كامل. الى بكاية ولا هي اقرب لك منه بقرب فما اللي قاعد طالب احرين هي ليهم لك ما بيعانوا ولا كان ذم وهي في الحدود والدليل من نفسه بينهما امور مشتبهة ايكم رؤيا وكرها خير قام فيكم حاجة توجم منها احنا وقيسوا الخل متفاصل واحنا وحن بينهما يمين نخلة دخلتكم ويك هل فهمتم معنى بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يجيك واحد اخباري في الخل ويقدم ما شاء الله يعرف له شيء يعني اللي يتحق بينهما يقول له ها اقصى ما تبقى مستوايا يجي واحد من فرنسا يقول له بيه تابع اللي كنت انا بعد مساء اللي عقلته هي فهم ايه ما اقرأ شيك بيه انا ادونه الدليل له الدليل من نفسه زاد الامر وموضة لانه يحتمل ان تكون منك لا تحتمله جاء واحد من طائفة ثالثة قالوا هو الى عاد يلي في الحدود واللي في الحدود من شكل الزريبة المبيوعة يطلب لها والعاد من شكل الزريبة ما هي مبيوعة يطلب ليك ياك سمعتوا كيفاش كيف العاد الرواية اللي قاع مناسع ليها في الحدود اصلا من سموه والسموه زريبته ليك اللي هك هذا اقرب هو اللي محرم على الزرلوها قالوا واحدين العاد تشبه بالزريبة الاخرى يقول تابع لها الحدود وقال ما يتابع من الزريبة الاخرى لان يراهم الشكر نقلبوا دليل وشوفوا قالوا لان مولانا اقلع الليل من النهار
وقد ما قلع المرفق من الجناح وليالي شعاد نوض ويدخل فيه المرفق حد قصره ياما يقصر المرفق مع الجناح بهلي من شكله ووسائي الليل ما يدخل مع النهار لأن ياك اكحل ويبيض ما يخلط قالوا لي لهود الحدود يلي وراها ما هو من شكله يخرص ايه ما قرب الحال فيلحق به وهذا بعد كامل يدل على بينهما امور مشتبهات لكنكم بدأت تفهموا بينهما اسود ايه بينهما ان تمشي متفاصل وكل خلق متفاصل وكل خلق لهك متفاصل يا غير ذلي في الحدود هو بينهما شركة يا مرموم العص يا مكلمة اللي حلال بين ويخلي اللي حرام بين ويحص بالهادي من الدرفية ومن الحياة فهمت ولا ما فهمت هذا كان يقرب لكم معنى ان الحلال بين وان الحرام بين بل حاكوا لا مرتكوا واللي في بريد هذا بين لكن اخر ما هو لك لا عطش فيه لنا هذا حرام بين هذه النخلة اللي فيها العياض هذه هي بينهما امور مشتبهات لا بد لها من اهل العلم الراسخين يعرفوا لك هي اقرب الاطراف جابوا احدين وقالوا داخله فيها جابوا احدين قالوا ما تدخل فيها جابوا احدين قالوا لك في تفصيل اذا كانت من شكل احداهما الحقت بها وان اختلفت عاي وخرف نشبه ولا نشبه ولا اقرب فلا اقرب ولكل وجهته هو موليه وفهمتوه ولا ما فهمتوه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات لا يعلمهن كثير منا في ملاحظه اخرى مما يدلكم على انكم تشوفوا حد من اهل العلم مختلف مع حد من اهل العلم اللي اخلكم يلا يقبلوا من بج ويستدعك لانه ما عنده شيء تشوف بتاتي ثلاث اخرى من ثلاث نعطب يهلي ما هو على مستواك وتركوا ماخذ بعض الناس يشوف راجلين متوادرين كلهم لا يطعز الاخر يخلص منهم الامتان الاثنين ولك لا تدعبوا يا غالي استخروا وخاذ لا ينعطب لكن ما لكم تفهمون هذا اللي موريتني بعد المتفاصل لكم يجيني خلص منهم كلهم مانع يعود يعيط عليهم يا اخوتي لا تدعبوا هو تراجع يتكاحز لانهم يعرف انه ليه الحزن وعد منهم ما يعرف سيكيز لا يخلدوه كذلك العلماء بهم قوة الأدلة وانت يوقي شاهل ما تعرف يا شفتهم متلافين وما طاحين في الأدلة يا خي هرب لا علق اعطيه لا ينتك ومجراحك يا ما هو مستواك هم ما قدهم يتفاصل عندهم بيناتهم تدخل انت قاع اللي يفوقهم يدوسك انهم يعني معاركهم معارك طاحنة وسمها الأدلة أنا سبيل المثال مما يدلكم على قوة مدارك العلماء وانهم يختلفوا في مسائل لو قضيت عمرك ما بك تعرف انت ايهم يا عقرب الى الصواب وما بيعود غير مثلك شيء فيه حديث واحد منهم مستدل بشاوية منه والاخر مستدل ضده هو بشاوية منه مثلات ريل احبال واحد واحد ينطر حق واحد ينطر حق وكلهم ما وقابل يقبل الاخر بيقوة الدليل عنه هذا ما هو واضح هذه عبارة الحمد لله تقول حالكم بالحساني يا غير حانوني ممثل لكم شو هذا الحديث فيه كلمتين متوادرين عن ذهن العلم هو قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كان واحد من العلماء حد كامل حاز على النخل اللي في النقر اللي جاي فيها العياض راه وارتكب حرام بيجي الحديث قال وقع في الحرام قال واحد انا خليناها المشتبه ما هو حرام قال بشوفوا دليلكم قالوا دليلنا المثال المزار جاي لانه مثل لنا بحد سارح شمل الغنم حيا سريبه مقفوره انها انت من لا يسرح في زرع برطع قبل ترصف قيار والله عتروس ويطيح في الزريبه الممنوعه معناها ان هي من نفسها هو ما كان داخلها يا غير الله مخشي على يدخلها وهذا يدل على ان ما ان حد حول بها يدخلها يا غير مخشي على يدخلها اذا معناها انه ما وقع في الحرامي كمان لك ما وقع في الزريبة يا غير يحول بها ومخشي عليها وقع فيه قالوا له كلمة وقع في الحرامي تدل على ان المتشابه حرام قالوا خلط المثال ويدل على ان المتشابه ليس حراما لانه مثل له بالراعي حول الحمى وليس وقع في الحمى الكلام هو فهمتوه والله طول ما كنت فاهمين قبل ان انا قام سرح من مرقم شمع ان قال انه كان يقول اذا رصد في عنز والله مرده
قالوا فالمثال وضح انه لم يقع فيه حقيقة يغير مخشي عليه، وقوت الحديث وقع في الحرام دليل على انه هذا حرام بيد. ومن هنا توازرت الطوائف السنتين، قال الطائفة المتشابه حرام، قالت الطائفة هو مقدية الحرام، يا غالي قدموا له يسلك يا غالي ويرحم سرح بعد عند حاشة الحرام. بدأتم تفهمون هذا المعنى؟ معركة من داخل الحديث نفسه، هؤلاء لهم دليل وهؤلاء لهم دليل، والمستدل به واحد من حيث المبدأ والعموم، لكن كلها عنده مشرب وقد علم كل ناس مشربه. نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا وكيف نظرنا بعضهم على بعض. هذه مدارك العلماء ومن داخل الحديث الواحد. كيفهم بدأتم الخلطة المتواترة عليه شو؟ فيكم واحدين بعد باردة عندهم موالين وفاهمين. الله يلطف. ايوه الملاحظة وقت انتهى. يا لطيف الحديث ما فتنا مسيناه. الحلال بين والحرام بين وبينهما وامور ومشتبهات ولا يعلمهن ومن درى حكم رجال لا يعلم قاها. ما يجبر حد يفتيه يفصل له وهو متشابه، هل يعذر او لا يعذر؟ عقب لك من دركان الاشياء اللي اختلفوا فيها العلماء اقرب هي الى الحل والله الحرام. هذا الحديث يدل على شيء اختلفوا فيه العلماء ارعى منه. يعني يختلفوا لك العلماء في لحم الديوك، لا توكل الديوك لشيء من خارج. اربع ديوك موريتاني وهنا قالوا لك السجاريت محرام، قال لك واحد حلال. السك من حلال اللي انت ما تختاري شو فيك الاغلى عرعى. قال لك واحد كذا يقول هيك الناس اللي تبرك روسها ويقول لك العلماء مختلفين. اختلاف العلماء رحمة، اولكم مرة تعود عذاب عرعى. عقب ياك نلقى ما يجيز لي استفتى ما هو حد اعلم حد اعلم حد يقعد جابر الاعلم والعالم يالطو يحاول يحتاط يلود الاعلمه. ولين عدول العلماء كاملين يخرص اتقاهم لله وكايسهم فيهم المسير تتكلم يقول لك يا حلال يطلع لك بكتيرة ما تعرف ايشو ولكن النوع ما ينقرب تعرفوا كذا كيف شفار لين عدول تبعرف ما يتافق الحال من يعجل يعني بيكرر بيك حي ولين عدول متكايس معناه يقدر يستاذ معاه يتأمل لين يعرف اللي يقول وموريتاني يقول لك عالم موسع ويعني وسع لا يدخلوا فيه متات ولا حمير ولا فرق مع انه مالي لا ضيق فيه العالم يبلغ شريعة الله وانت تعتبر انه يقول لك انت على حسب غرضك معناه انه قاعد ما يظل حد يسوي مخلوق يقول لك اللي بقيت ويمشي معاك هذا هو اضل خلق الى هذا العالم يرتك تحقه سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ على كل حال الاخوة اشاروا بان الوقت قد انتهى وليت غدا ان شاء الله باذن الله مازلنا مواصلين مع الحديث. كنا يا الله الليله نتوقفوا لان الحمد لله ليالينا اللي كنا نعطوكم من الاسبوع جينا عليه يا غالي بما ان الحديث مازلتوا في الجروب لكن احاول ليله غدا ان شاء الله اركز لكم على بعض النقاط فيه لين فوق وطعمتوا اكثر ولين نعرف انكم عدتوا تقدروا تغوصوا العوم نخليكم تعوموا اللي يقرق يقرق واللي يسلك يسلك ونوقف الدرس عندنا الله المستعان. لان الغاني يطلع لمدارك العلماء يبدا يعرف الروق عليه للي يقولوا قاع العلماء شوف النظر يقول لك يا اخي الدليل واضح كله واضح عندك انت اللي عويني احنا عارف موريتاني الحقنا الى قريب توصف لنا ان ينشيري وتيرس وهذه ارض موريتانيا على انها لا واضحه نعرف مصدرها ونعرف مبدياتها ونعرف الديناميكية والمبديه والموريتانيا معروفه والواحد يقول يقول لك كاتلها على راسي على صبعي ما فيها بليده ما تستهديك فيها ولا الراجل اللي جاوها الخبراء اللي تقولنا من هالمعادن اصبحنا قاعده ولا نعطوا رخص لاكتشاف المعادن واصبحنا عالم هاي اللي كانوا يتمشوا عليه موريتاني به اللي ما جاوه الخبراء ما كان مفطون المعادن كذلك اما اللي قد عود الحديث واضح له من ناحية مبديات وظاهرة غيرني يجبر الناس اللي تلوكت فيه يطلعوا لك من معادن ونتحور يا ويلنا قد كنا في غفلة منها يا ما كنا فاطرين
المسائل ما تفرفر ما تعرف اللي في نقرها. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ هذا مثال يقرب لكم على من اللي عود اخر انه كذا، هو انت ايش ما فيه ذا ولا قاعد يقول لي ذا من موقع علاش؟ هو العود التطايب عليك واللي يقدموا اللي يخسروا ولا قاعد قدامك تصرحون. اللي يقرا الحديث خاسر تقول له يا اخي احد ما يعرف الحديث ما يقرا. يا هو انت يا صحيح؟ يقدموا لك طق 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 وفالك منه، يقول له قلت لك وما معنى كذا؟ يقول لك ما نعرف. ما نعرف فيها. تعيد الا مسجله صغيره. ورك يعرف ولا فاهم الا مسجل انت الا دخل انت في راسه ويقوم فد 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 دار مسجل اللي انت قرا عليك احاديث وتقول له قلت لك المسجله بسم الله اقفضها اقفضها ولا المسجله لك انت تقول شنو معناها انا اللي انقلت لك وانا ما اعرف انا عرضته هل هو انت قال يحولك شنو الاحاديث يحولك ايه يا غالي انت تجمع فيه يا ابني مسجله خاصه لا تقرا من البطريه هي تنفخ واحد صلاة طيبين وراسه مليان وقال صلى الله عليه وسلم يقول له لا تبع قال صلى الله عليه وسلم وقف شو اشرح لي شو هذا الحديث لان يقول هذا يقول لك لا واضح واضح ها ايوه يا عاد واضح قولوا يا ولك يبدا من فمي خرص على ثوبته يا ولد العيو هذا صلي مولاه طق 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 هو ما هو فاهم شيء هذا مولاه ما يبكي ما يبكي يكون يحنى ولذلك الفوت من موريتانيا قد من يريد الله به خيرا يفقهه يفهم الدين يحرف النجاه سال الله يرزقنا ذلك توفيق لما يرضيه ايوه انتهى الدرس لك ليت غدا ان شاء الله هو واصل ان شاء الله وتحاولوا تتموا تجوا في موردكم اياك ما تتوخروا ونتوخروا نحن في واحدين مسكين جايين من شارع مبيت نرى كان مبيت 100 ما هي مبيت 10 وفي واحدين جايين من نهايه البيكات يا اخوي وفي واحدين من نهاية تفرق زينة واحدين من دار السلامة واحدين من ريدات الواحد سيخن يحفته مرة يعود يبطش للدرس وما عنده الباص ولا عارف شو اسم ولا موجودين محسنين يتموا وقفوا انفاتهم يمتثلوا في المخالق ينقلوها جهاتها يرغموها في الخير يا تتحاول مادة كاملة على دين مولا معناها الشيء من الرواية واحد مسكين يعود قاعد معاه وهو جاي من الشهر ربحة قال دايف ربحة واحد هاي مسكين مستاج هاي من نهاية انتقال واحد جاي من نتك اللي صار ثلاثة ما تعثر عليه قاع هو بيته وحي يتوخر عليه الدرس وفي عليها تعود واحدة قاعدة بشكل تحرى وهي تلفون الرافل عندما يجي المسيد عليه الحيط قاعد على الصلاة ما يجي المسيد وعلى تلفون فر فر تعود الواحدة ما أخذته ما سقيته كسكس وقاع بينه الكسكس انت يا بطيتي كسكس وياسر وطرح الشقارة عارية تصيح هو الويح اللي قاعد لا تلفون عليها يا وهاي يا مريم تلفون عليها وهاي تقول وهاي انت وهاي وهاي انت هي لا وهاي 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 انت الله يحرم رويج اليوم يقمى السروال ومن اعطالها هي هي قاعدة مجالس الخير ويلا شدها هي تعطيه يلا يتبادروا لين يفوتوا ينزلوا العمل الله يحلم انا ما نقول فلان ولا فلان يا ولد مطرح معه اذا شفتوا حد معقود وجهه قولوا له هو ما اسماك ومطرح معه اذا اتصلت من اهلهته بالمولاه هي لا ما روته هو انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لله وشعبه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام حي وقيم يا حي وقيم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا مفتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تتركنا ذنبا إلا غفرته تجاوز تعنوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سير موتانا والمسلمين أجمعين يا ربي لا تتركنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تتركنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا ربي لا تتركنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راي يا ربي لا تتركنا هما إلا فرجته يا ربي لا تتركنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة يا ربي لا تتركنا مرضا إلا شفيت يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اغننا عن الأطباء بعافيتك يا ربي اغننا عن سائر الأطباء بعافيتك يا ربي من كان منا مريضا فاشفي ومن كان منا ضالا فاهدي ومن كان منا فقيرا فاغنه ومن كان منا جاهلا فعلمه ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله اجعل اجتماعنا فيما يرضيك وتفرقنا على ما يرضيك اللهم اجعلنا امنين مطمئنين في ديننا ودنيانا انك سميع مجيب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وشكر اجتنابه. نور قلوبنا وبصائرنا يا رب العالمين. أري الحق حقا وارزقنا اتباعه، والى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مسكنا بالسنه عند فساد الامه، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اجرنا من جميع المكاره، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. نسالك من خير الدنيا والاخره.